السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحان؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا على خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيكه مع حريشات صغار، صوبتهم على حساب واحد الخريجه للطبيعه مع العائله. وهذه الخريجه هذه راني صورت عليكم فلوق، واحد الفلوق صورته لكم، وان شاء الله غادي نحطو عما قريب في القناه، ونتمنى يعجبكم. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عنا بلي لايك وديروا لنا اشتراك. انا عرفت، انا مش عارف اركز ليه جدا، انا عارف عيبي، انا بصراحه جعان وعايز اتعشى. هتعشى فول بوطه؟ فول بوطه. وما حدش فيهم ياكل معايا؟ ما حدش هياكل معايا. اتفضل يا جدي. كيكه دغيا عاديه، كيكه عاديه. عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السيده، كاس تقريبا مع مرش ديال الليمون. هنايا عندي قشره ديال الليمونه، عندي تقريبا 5 ديال البيضات صغار، عندي 3 ديال الساشيه ديال الخميره، وواحد الساشيه ديال الفان. نبداو ان شاء الله على بركه الله. الدقيق كيبقى دائما على حسب الخليط. كاس ديال السنيدة وربع، وخمسة ديال البيضات، وخمسة ديال الملح. ندير دابا قشر ديال الليمون، دابا غنزيد الدقيق شويه بشويه وغادي نخلط. هذا
المو ديالي بنتو بالزبدة ومشيت على الدكان والفران ما مشات لي فاش اللي غير من تحت نخليها تطلع على خاطرها. غندير واحد شويه ديال الحرشه، عندي يعني تقريبا واحد 600 غرام ديال الحرشه. انا كندير عيني ميزاني، المهم تقريبا 600 غرام عبرتها، شويه ديال الزبده، شويه ديال الملحه، تقريبا واحد المعلقه ديال السكر سنيده، ولا لا سنة عندكم، شويه ديال الخميره ديال الدار، واحد صاشي ديال الخميره ديال الحلوه، وصاشي ديال الفاني. غندير سنيده، ندير المكونات والخميره هذه ديال الحلوه. هنا واحد جوج معالق ديال الزيت وغادي نبسبسها ان شاء الله بهذا. غندير مغص دوري هنا، عندي واحد الكاس ديال الزيت الكاس ديال الحليب. خليها شويه ترتاح ونرجع معكم. دابا منين ارتحت لي شويه هاد منين بسبستها وارتاحوا لي شويه العناصر هادو، غادي ندير دابا الخميره، غير شويه اللي درت ديال الخميره ماشي بزاف، وغادي نخلط بالحليب شويه بشويه هاد رؤوس الاصابع ايوا غنقبل الماء. كتعرفوا بان السميده كتشرب يعني كما ما تخلعوش من الحليب، واخا تبان لكم جاريه راه غادي تشرب، خاصنا مازال باقي كي اللي بغى يخلطها بالماء يخلطها بالماء. انا كتعجبني بالحليب. غادي نخليها ترتاح وان شاء الله نرجع معكم باش نطيبها. هنايا غادي نكور غير كويرات صغيرين بحال هكا وغنديرهم في هاد المقيلة، غنوريها لكم دابا المقيلة. غنضرب الصينية ونقص العافية. حريشات الصراحه كيجيو زوينين في هاد المقله هادي. ها هي الكيكه ديالي ملي خرجتها، غندهنها هنا بشويه ديال الكونفيتور وغنرش عليها شويه ديال الشوكولات فيرميسيل وشويه ديال الكوكو ان شاء الله. انا هنا غندير نص ديال نص غندير فيها الكوكو ونص غندير فيها الشوكولاط، بنتي بغات الشوكولاط وشي بغا الكوكو، يعني غادي ندير هنايا نص في الكوكو هي الكيكه اللي صاوبت معكم، وهي الحرشه اللي كتجي زوينه. بالنسبه للكيكه راه قلت لكم خمسه ديال البيضات، ولكن من بعد لقيت راسي درت اربعه ديال البيضات وحده ما درتهاش، بقات لي هي هي نسيتها ما درتهاش، يعني غير اربعه ديال البيضات بالنسبه لدوك المقادير اللي قلت لكم، اربعه ديال البيضات.
المهم بدنا نشارك معكم هادشي اللي كنحضر دابا، وهاد الحرشه تاعي كتجي زوينه، والكيكه تاعي كتجي فنه. هادشي اللي كتبغي اي حاجه كنشارك معكم.